بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما أدعوكم أن تكونوا معي في ظل الهدي النبوي والقصص والعبر المخاء والمرتجى من هذا البرنامج ومن هذه القصص. حقيقة هو موضوع شائك ويحدث في عصرنا كثير كثير كثير، والكثير من العائلة تعاني من هذا الموضوع، هو السحر، سحر النبي. فتخيل أنه الكثير من الناس عندما يجد في نفسه شيء ضد فلان آخر ويريد تدمير الآخر، لا أعلم لماذا، غيرة، حسد، طمع، أسباب كثيرة جدا. ممكن لو نعد هذه الأسباب لجلسنا بالساعات نعد هذه الأسباب. فأبسط طريق، وعفوا يعني أقصر طريق لتدمير هذه العائلة، الذهاب إلى المشعوذين وغيرهم لتدمير هذه العائلات بالسحر. طبعا والسحر ذنب عظيم، ونعلم أنه كيف بدأت قصة السحر في قضية يعني حتى هاروت وماروت، وقضية الناس في تعليم السحر، وقضية حتى سليمان وما بعد سليمان من الشياطين الذي علموا العتاة والطغاة من بني إسرائيل الذين تعلموا هذا السحر فزرعوه ونشروه. فالسحر طبعا هو ذنب كبير وعظيم عند الله تعالى، ويدخل في الشرك حقيقة، والاستعاذة بغير الله تعالى من المشعوذين والدجالين لتدمير حياة الآخرين. يعني تخيل يعني الشرك من هنا وتدمير لحياة الناس من جانب آخر، للأسف الشديد يعني، لكن هذا يحدث. من الذين حدث معهم هذا السحر هو النبي خلق خير الله، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي، نعم، محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، حدث له هذا السحر، وكان من الذين قاموا أو وضعوا له هذا السحر هو عاصم أو الأعصم بن لبيد كما ذكرت الروايات. ورسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يجلس فيذهب إلى يعني عائلته، إلى زوجاته، مرات يقول لهم كأنني يعني عندما يأتيني شخص بالمسألة كأنني أتكلم معه بطريقتين، يعني هل أنا أجيب هذه المسألة أو لا أجيد هذه المسألة. يعني نفس الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بدأ يشكل عليه هذا الموضوع في قضية التفسير وفي قضاء حوائج الناس، وخاصة الإجابة على الناس في تعلم أمور دينهم. فبدأ هذا الأمر يشكل عليه، وكأنه بدأ يلمح أو يلمس حقيقة في داخله شيء غير طبيعي لهذا المذهب نتيجة تأثير السحر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء وخاتم النبوة وجامع كل الشرائع، ويعني ربي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخلقه كان القرآن أنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله، كل هذا الأمور والسحر قد أثر فيه، فما بالك عن الناس البسطاء الذين يعني لم يصلوا إلى لا ولا نصل إلى مرحلة الرسول، أو على الأقل لا نصل إلى درجة الصالحين. الناس بسطاء أمثال عندما مثلا يوضع السحر لتدمير هذا الشخص، كيف تأثير هذا السحر فيه؟ وفي النهاية يعني ألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السحر، كان في بئر موجودة في مكة، وفي الأخير ذهبوا إلى هذا البئر لردمه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يذكر في هذه القصة يقول يعني فيما معناه عندما رأى هذا البئر وجد كأنه فيه نوع من السواد، يعني نوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخبر الناس حتى لا يتخوفوا من هذا البئر. طبعا هذا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه، كان يعني طب خلقه كان القرآن وكان وحي يسير يعني يجري على يديه ويعلمه، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لأن من يعلمه هو الله تعالى، عالم الشهادة والغيب ويعلم كل السر والجهر وغير ذلك. فبالتالي الحقيقة أنه كان يعلم. فلما ذهبوا إلى هذه البئر وجدوا نعم أثار هذه السحر. شوف تخيل أنه السحر لما وضع في البئر حتى البئر تغير يعني الماء، تغير يعني بشاعة وعظم هذه الجريرة التي يقوم بها بعض الناس. والغريب جدا أنه ناسنا ليس فقط لأنها تكره، تدفع أموالا طائلة من أجل إيذاء الناس الآخر، يعني ربما لو دفعت للشخص الذي نريد أن نؤذيه لعاد وليا حميما، يعني عاد قلبه سليم وعاد إنسان طيب. يعني ربما أنت يا أخي المال الذي تدفعه لهذا المشعوذ أو هذا المجرم الدجال الذي يريد أن يؤذي الناس، ربما لو وضعته في صدقة لربما ربي يعني قضى حوائجك ويسر أمرك وستر أمور كثير من الأمور. على كل، فرسول السلام لم يرد أن يعني يعم الخوف في المنطقة وفي قريته وفي مدينته، وبالتالي فعلا أمر بردم هذه البئر وردمت هذه البئر. فأراد يعني فلما عادت فسألت عائشة فقال خلاص يعني أنا ربي أنا نجاني منه، يعني هو رسول يعني. وفي قصة أخرى عن قصة العقد الثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ المعوذات، فالمعوذات دائما وقاية من الحسد والسحر، ولكن في النهاية أنه السحر أمر منهي عنه، يوجد في أمرنا الواقع، يوجد حقيقة، يعني لا نستطيع أن ننكر أنه موجود حتى نقول نتكلم عنه. وهذا الأمر عادة يقوم من أجل إيذاء الناس أو تدمير حياتهم أو تعطيل مستقبلهم أو زواجهم، وخاصة ربما يسود مع النساء أكثر، ربما يعني، ومعنانا في الوقت الحالي أرى أنه يسود مع الجميع، يعني كلا الجنسين متشابه في الاتجاه إلى المشعوذين
والدجالين من أجل تدمير حياة الناس. ولهذا أيها الناس يعني دائما نداء توبوا، لا توبوا وثوبوا إلى رشدكم، وكفى تدمير حياة الناس، كفى شرك بالله تعالى، وكفى أيضا السير مع الشيطان، لأنه السحر من الشيطان، الشيطان هو بدأ السحر. فلا تكونوا أولياء للشيطان ولا أتباع للشيطان، ولكن كونوا لله وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.